صحيح عمر، انت توا يعني في كثير من الاسئله في سؤال واحد، ولكن نحاول يعني نجاوب اكثر ما يمكن. بالطبيعه يعني هو المسيره متاعي كمدرب فيها تطور يعني جزئي. عامه يعني لما تقاعدت كلاعب 2012 في ساوثامبتون، في فريق في ساوثامبتون بالذات، يعني حبيت نتعلم قواعد التدريب، خاصة المحترف الاحترافي والأوروبي. يعني كما تعرف أنت عمر، يعني أنا نلم حاجتين مختلفين، يعني تولدت وتربيت يعني في تونس، في شمال إفريقيا وفي إفريقيا، وعربي ومسلم الحمد لله، ونعرف العادات والتقاليد متاعنا جيدا، والحمد لله الحمد لله. يعني هذه حاجة ما تنجمش تستغنى عليها، ولكن تكويني كمدرب أوروبي يعني بالضبط. استوعبت وتعلمت كل كبيرة وصغيرة للتدريب الأوروبي والتكوين الأوروبي، وخاصة تكوين يعني الشبان في ساوثامبتون. ومع ذلك يعني أنا كان الـ يعني الحلم متاعي هو تدريب أكابر في أوروبا، وهذه حاجة نطمح لها يعني في كل وقت، ما زلت نطمح لها. ولكن التطور متاعي صار يعني تدريجيا، خرجت من ساوثامبتون 2019 2020، موسم 2019 2020، وانا ذاك يعني خضت مغامرة في امريكا، اعطتني يعني وجه اخر للكورة، اعطتني وجه اخر يعني في عادات والتقاليد في قارة يعني ما نعرفهاش كرويا. بالرغم من لعبت 1996، لعبت الاولمبيك جيمز في اتلانتا، ولكن هذا ما يعطيكش يعني فكره كبيره على الكوره في امريكا. ولكن الـ يعني الخبره اللي خذيتها في العام هذاك في امريكا اعطتني كما قلت لك يعني وجه اخر، واعطتني يعني ابعاد اخرى على الكوره دوليا. لكن في نفس الوقت يعني انا من كما قلت لك يعني من الوجهات متاعي هو اوروبا، او نرجع يعني لبلادي تونس واي بلد عربي يعني لتوصيل المعلومات وتعطي يعني ابعاد اخرى للفرق العربيه بصفه عامه، لانه كما قلت لك التطوير متاعي محترف اوروبي. يعني هذه جملة يعني المسيرة متاعي، مغامرتي أو تجربة الترجي التونسي كانت تجربة يعني فيها الكثير من الإيجابيات. صحيح فما سؤال يتقال، هل رادج عادي ينجح في الترجي التونسي أو لا؟ هذا الكل يرجع يعني للهدف الأول للفريق، يعني المؤسسة يعني الموجود المؤسسة هذه. صحيح ترجي تونس يعني من الفرق الكبيرة في إفريقيا وتلعب على الألقاب خاصة، ولكن كانت المفاهمة إجمالا مع الرئيس، كانت مفاهمة هو تكوين فريق إعادة تأسيس للانتصار بالألقاب. والتكوين كما تعرف يعني عمر، التكوين يلزم وقت، ويلزم يعني أساسيات اللي تخليك تكون يعني فريق على قاعدة. يعني تشوف أنت يعني إذا ناخذه على سبيل المثال فريق الأهلي اللي يعني دومينيتد يعني إفريقيا على مدة طويلة، ما كانش تكوينه يعني في عام أو عامين، كان تكوين يعني متواصل، نحكيه على بالتأكيد. مدة يعني محددة، وصار هذا اللي ما حاربنيش فيه الحظ، لأنه كما قلت لك يعني في بعض الأطراف ما صبرتش على رادج عادي في الترجي التونسي، بالرغم أنه بالإمكانيات الصغيرة اللي شفناها في الترجي التونسي عام الفارت، الموسم الفارت، يعني نجحنا في باش نوريه وجه طيب للفريق، خاصة
في تشامبيونز ليج يعني وفي مباريات الادوار الاولى والربع النهائي الاول خاصه في ستيف في الجزائر. يعني فزت كمان ببطولة السوبر، يعني فائز ببطولة بطولة الكأس السوبر التونسي بالطبع ومتصدر الدوري التونسي وربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. بطولة السوبر كانت يعني في أول المشوار وكانت يعني البداية بالنسبة لنا، يعني أعطتنا يعني نكهة الألقاب في الدرجة التونسي. ولكن بالنسبة لي علاش أنا ما نحكيش عليها الكثير، لأنه كانت تابعة البرمجة، تابعة يعني استراتيجية اللي توخيناها يعني في الموسم الفارت، هو يعني تكوين وعطاء الفرصة للشبان، وهذا صار يعني في ثلاثة أو أربعة لاعبين على الأقل يعني في أول موسم أعطيتهم الفرصة متاحهم وقدموا مردون طيب وقعدنا نخدموا معاهم، وفي 12 أقل حاجة 12 شاب يعني من الريزيرف تيم اللي هما نتمرنوا معاهم يعني كل يوم نوعا ما، كل يوم يعني نعطيهم في التكوين اللازم، وهذا كله يعني باش نقربوا يعني المسافه ما بين الاكاديميه والفريق الاول، وفي نفس الوقت مطالبين يعني بالانتصار، وهذه حاجه ماهيش سهله بالنسبه لينا عمر، لانه لازم قلت لك كل المكونات كل العناصر كل يعني كل الاشخاص لازم تكون متحده، وذا ممكن ما صارش العام الفارط، وخاصه اللاعبين يعني نحكيوا على الليفل يعني بتاع اللاعب اللي يلزم يكون في الدرجه التونسي باش يربح الالقاب، هذه مش موجوده، ما لقيناهاش عمنا ما لقيناش يعني العدد على الاقل العدد اللازم باش تنجم يعني تشد روحك في موسم كامل. في كثير من يعني الملاحظات او النقاط نجموا نحكيوا فيها، ولكن بالنسبه لي انا مشيت على مشروع ومشروع رياضي في الترجي التونسي، هذايا ما صارش، وذي حاجة تعلمت منها الكثير بالنسبة لي أنا شخصياً، عمر تعلمت منها الكثير، ونعرف يعني في إن شاء الله التجارب الجاية نعرف كيفاش نتصرف، نعرف كيفاش يعني نتعامل مع كل الـ يعني الأشخاص أو كل الـ يعني الـ مع المؤسسة أو العباد اللي باش تكون يعني دائرة برادي زعادي، وبقدر ربي معناتها فما كان الإيجابيات إن شاء الله.